أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للثامن من سبتمبر عفوا نبدأ منها أمامكم هنا على اليورو دولار. كما تم تشكيل يوم أمس النجمة الهابطة عند هذه المستويات، ونحن الآن في صدد الهبوط إلى مستويات 1.11 مدعومين هنالك في الأسفل. لكن يجب أخذ عين الاعتبار أنه لدينا هنا اليوم بيانات من البنك المركزي الأوروبي، بيانات الفائدة والمؤتمر الذي يكون بعده مؤتمر صحفي، الذي من شأنه أن يعزز من قوة اليورو والأخذ إلى مستويات 1.1350 على أقل تقدير إذا كانت البيانات إيجابية طبعا. هذا طبعا كله مدعوم بضعف الدولار الذي نشهده في الفترة الأخيرة. على صعيد آخر، الباوند دولار كما ترون كان لدينا هنالك أيضا هبوط من مستويات القوة. نحن الآن في صدد التعزيز عند مستويات 1.3. أنا بنظري أنه إذا تم اختراق 1.34 نحن في صدد الوصول ل 1.365 على أقل تقدير. تداولا موفقا وشكرا لكم.